أنا مش شايف آثار لأي عنف أو كسر أو أي حاجة في الباب. أكيد يا بيه معاه مفتاح تاني، ما هو كان بيأجر الشقة دي مفروش. وجاب مفتاح الخزنة منين؟ ما أنا ساعات كنت ببعته السوق يشتري لي الخضار ويحطه في المطبخ. أكيد يا بيه خد مفاتيح الشقة وعمل عليها نسخة تانية.